يصمد ويثبت على ترابه وعلى أرضه لا يستحق الحياة. ونحن بإذن الله تعالى صمدنا سابقا وسنثبت بإذن الله تعالى ضد هذا النظام المجرم. الغاية منها انه ديمستورا هو شريك الروس والنظام، الغاية منها للاجتماع اللي حاليا هو بطهران. نحن ما بنرضى يفوت الجيش لا الروسي ولا النظامي على منطقة ادلب وريف حماة. وين ابو الجوز؟ انت للشيخ عالم، انت للشيخ عالم، انت يا زلمه. يا اخوان السلام عليكم. يلا وما بنرجع الا لله، ويلا وما بنرجع الا لله، ويلا وما بنرجع الا لله. اسمع اسمع يا بشار اسمع، من عندك رايح تطلع، بس من عندك رايح نصرتنا طول.